انسجاما مع الرؤية الحداثية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمملكة، عملت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تبني استراتيجية قائمة على تحديث البنية السجنية، وذلك عبر استبدال المؤسسات السجنية القديمة بمؤسسات سجنية عصرية تستجيب للمتطلبات الأمنية وتتوفر على مجموعة من المرافق لتنزيل برامج إعادة إدماج السجناء. ويندرج افتتاح السجن المحلي الجديدة 2 في هذا الإطار، حيث سيتم إغلاق المركب السجني العدير وتعويضه بهذه المؤسسة التي تصل طاقتها الاستيعابية ل 1888 سرير، تضم مجموعة 7 أحياء، منها حي مخصص لنزلاء الأحداث وآخر للنازلات، يضم جناحا مخصصا للأمهات المرفقات بأطفالهن. كما تم الحرص داخل هذا الفضاء السجني على أنسنة فضاءاته، إذ يتوفر على مصحة بطاقة استيعابية تقدر ب 24 سرير مجهزة بجميع المعدات والتجهيزات الطبية. كما تتوفر أيضا هذه المؤسسة على قاعة متعددة التخصصات ومجموعة من المرافق المخصصة للزيارة، كما توفر أيضا على مركز بيداغوجي يضم مجموعة من الأقسام المخصصة للدراسة وللتأطير الديني ولبرامج محو الأمية، بالإضافة لورشات التكوين المهني والحرفي. كما تضم هذه المؤسسة مجموعة من الفضاءات سيتم استغلالها كوحدات إنتاجية لتشغيل النزلاء.